بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أعزائي الطلبة، كنا اتكلمنا في الحلقة الماضية عن عملية التنفس في الأسماك وإزاي الأسماك بتتنفس، وطبعا لو حد كان شاف الحلقة إزاي بتحدث عملية التبادل الغازات وإزاي بيطلع ثاني أكسيد الكربون ويدخل الأكسجين لعملية الأكسدة طبعا وحدوث الطاقة. بتتم العملية فين؟ بتتم العملية جوه الشعيرات الدموية، وطبعا في الدم، وكده يكون نعرف إن الأسماك بتحتوي على دم. طب هل كل الأسماك بتحتوي على دم؟ وكل الكائنات المائية بتحتوي على دم؟ طيب هل تركيب دم الأسماك هو نفس تركيب دم الكائنات؟ وهل الأسماك بتحتوي على قلب؟ وهل يوجد بها القلب في كم غرفة؟ ونفس الدورة الدموية في الأسماك هي شبه الدورة الدموية في الكائنات الأخرى ولا بتختلف؟ كل المعلومات دي وكل ده هنعرفه في حلقة النهاردة، وخليكم معايا وإن شاء الله تعجبكم الحلقة، ويا ريت نعمل سبسكرايب للقناة لمشاهدة كل جديد، ولو عجبتكم الحلقة نعمل لايك وشير لكل الناس لتستفيد، ويلا بينا نشوف حلقتنا النهاردة. هنتكلم النهاردة عن الجهاز الدوري في الأسماك Circulatory System. وبيتكون السيركيلاتوري سيستم أول حاجة من الدم. طبعا عارفين الجهاز الدوري أو السيركيلاتوري سيستم بيكون عبارة عن شعيرات أو الأوردة وشرايين متصلين بالقلب ومنتشرين في كل أجزاء الجسم، بيكون داخلهم الدم اللي هو بينقل طبعا الغذاء في عملية التنفس. وبيتكون من إيه الدم؟ الدم زي ما عارفين إن هو بيتكون من الـ RBCs اللي هي كرات الدم الحمراء، والوايت بيسز اللي هي كرات الدم البيضاء والثيروسايت، وطبعا البلازما اللي هو السائل اللي بيكون او بيحتوي على الماء وبيحتوي على الاملاح وكل العناصر الغذائيه. زي ما شايفين قدامنا ازاي بنعمل ده، زي ما شايفين الدم وازاي بنقدر نسحب الدم من الاسماك. طبعا بيكون في الأوردة أو زي ما شايفين الشرايين، يا إما بنسحب من منطقة الديل من الوريد أو من منطقة من الشريان، أو بنسحب من القلب مباشرة، أو بنسحب من الخياشيم. طبعا طبعا لعملية تحليل الدم أو لمعرفة الترتيب بتاع الدم. زي ما شايفين أخدنا عينة دم وعملنا لها طبعا سنتريفيجيشن أو طرد مركزي، فهنلاحظ إنها بتبتدي تفصل معايا لثلاث أجزاء. الجزء طبعا كرات الدم الحمراء واللي بتتكون من الهيموجلوبين اللي هو الإريثروسايت أو الوايت سي أو الآر بي سيز، والجزء الأبيض وده بيكون عبارة عن الليكوسايت والبليتلتس، والبلازما اللي هو الجزء الأصفر ده اللي بيحتوي على الماء وبيحتوي على المعادن وكل المواد الغذائية والهرمونز الموجودة في الدم. ده زي ما شايفين هنا بنسحب منطقة الديل زي ما اتكلمنا، ده التركيب اللي هو موجود في الدم اللي هو كرات الدم الحمراء. طبعا حد هيقول لي هو فين كرات الدم الحمراء هنا؟ يعني اللي احنا متعودين عليها. طبعا بنلاحظ ان كرات الدم الحمراء هنا مختلفة زي ما شايفين، دي الـ RBCs. طب ازاي الـ RBCs دي فيها نواة؟ الـ RBCs هنا في الأسماك بتحتوي على نواة، فده الاختلاف. طبعا في البرمائيات أيضا بتحتوي على نواة، وهنا طبعا عندي الصفائح الدمويه اللي هو البليتلتس والوايت بيسيز. طبعا وهنعرف الوايت بيسيز عندي بيتكون من الليمفوسايت والنيوتروفيل
والإيزينوفيل والمونوسايت. طبعا ده الشكل بتاع الار بي سيز زي ما شايفين، بيحتوي على نواة، وهنا شكل الكرات الدم البيضاء، والوايت بي سيز هنا المونوسايت بيكون شكل الكلية، وعندي هنا الإيزينوفيل والبيزوفيل والنيتروفيل، ده شكل النيتروفيل والليمفوسايت، وده طبعا بيكون انواع الوايت بيسيز. وزي ما عارفين ان الوايت بيسيز هو جهاز المناعه في الاسماك. شايفين هنا الفرق او الاختلاف ما بين الكائنات المختلفه والاسماك. هنا الاسماك كرات الدم الحمراء بيكون فيها نواة، وأيضا الأمفيبيا بتحتوي على نواة شكلها بيضاوي، والريبتايلز تحتوي على نواة وبرضه تحت شكلها بيضاوي، وهنا البيردس بتكون سيركل ولكن تحتوي على نواة، والهيومن شكلها سيركل أيضا ولكن مقعرة ولا تحتوي على نواة. يعني كرات الدم الحمراء بتنتج فين؟ طيب المعروف في الانيمالز او معظم الحيوانات الاخرى ان هي بتنتج في البون مارو اللي هو موجود في العظام، لكن في الاسماك احنا عارفين ان العظام ما بتحتويش على بون مارو، فبالتالي طيب هي بتنتج فين؟ بتنتج في الكلية أو مقدمة الكلية، الهيد أوف الجزء الأمامي للكلية، وبتنتج في الجزء منها ممكن ينتج من السبلين. طيب بيحصل لها ديسترويد فين؟ يعني بتتدمر أو بيحصل لها تدمير فين؟ بيحصل لها تدمير في السبلين أو في الطحال. وإزاي بيحصل لها تدمير؟ بيحصل لها تدمير عن طريق الماكروفاج، فبيبتدي اللي هو كرات الدم البيضاء نوع منها بيبتدي يلتهم الكرات الدم الحمراء اللي هي بتكون ضعيفة أو فيها مشاكل أو كده، فيبتدي يحصل لها عملية تدمير في الأسبلين أو في الطحال. طيب السيمبوسايد أو الصفائح الدموية أو البليتلتس يتم إنشائها أو بتنتج فين؟ أيضا بتنتج في الكلية، في المنطقة الأمامية وفي المنطقة الوسط، فبيتم إنتاج بيتم إنتاج السينوسايت في الكلية. وزي ما شايفين دي أنواع مختلفة من الثيرموسايت، وفي طبعا لكل شكل منها في نوع معين من الأسماك. طيب المناعة أو كرات الدم البيضاء بيتم إنتاجها فين؟ زي ما عارفين عندنا إحنا كرات الدم البيضاء أنواعها زي ما شايفين المونوسايت والإيزونوفيل والبيزوفيل والنيوتروفيل والليمفوسايت. طبعا في اللي هو بيكون كرانيول أو نان كرانيول زي الليمفوسايت والمونوسايت وجرانيول زي الإيزينوفيل والبيزوفيل والنيتروفيل، وطبعا دي كلها بتعتبر جهاز المناعة في الأسماك، وهي مهمة جدا في الدفاع عن الأسماك من البكتيريا والفيروسات والأمراض المختلفة اللي بتصيب. طب بتنتج منين؟ بتنتج طبعا بصفة رئيسية زي ما عارفين في السبلين، وأيضا في مكان تاني بتنتج منه غير السبلين، أيوة بتنتج من الكدني، هنا في منطقة الهيد أو المنطقة الأمامية ومنطقة الوسط زي ما شايفين، وبتنتج من الانتستين أو في جزء من الانتستين تراك، وبتنتج من الجلز في بعض الأنواع وفي الثيرمو، أو ده اللي هو جزء هنا في أمام الجلز، بيتم إنتاج جهاز المناعة أو كرات الدم البيضاء من الأنواع من أماكن مختلفة في الأسماك.
وزي ما شرحنا طبعا كرات دم بيضاء دي بتشبه نفس جهاز المناعة الموجود في باقي الحيوانات. Function of blood cell، وظيفة الدم. طبعا كلنا عارفين ان الدم عدد من الوظائف المختلفة المهمة والحيوية للأسماك ولغيرها من الكائنات المختلفة، ومن أهم الوظائف اللي بيقوم بها الدم وعنا كرات الدم الحمراء طبعا بيتم عملية نقل الأكسجين من طبعا الخياشيم إلى جميع أجزاء الجسم، وخروج ثاني أكسيد الكربون للخياشيم إلى الماء، وده طبعا عملية مهمة لعملية الأكسدة وعملية احتراق وخروج الطاقة واحتياج الجسم طبعا لها. تاني حاجة عندنا أو تاني وظيفة اللي هي النوتريتيف، عملية التغذية. وطبعا عارفين إن الدم بيحتوي على معظم المغذيات أو المغذيات الموجودة في عند الحصول على عملية الهضم، بيتم وجود الكربوهيدرات والبروتين والأحماض الأمينية وغيرها من الأملاح والمغذيات المختلفة بتكون موجودة في الدم ومرورها إلى الجسم، وعملية الاحتراق طبعا بتتم في الدم وبيكون خروج الطاقة وثاني أكسيد الكربون اللي بيتم بعد كده خروجه في عملية التنفس. عملية الإخراج طبعا بيتم استخلاص المواد الغير مرغوب فيها بالجسم زي اللوريك أسيد واليوريا والكرياتينين، وبيتم طبعا خروجهم من خلال الكلية إلى البول، وبالتالي يكون الدم بيساعد في عملية الإخراج. من الوظيفة رقم 4 اللي هي طبعا عملية التأيون أو عملية حدوث التأيون في الأملاح أو الأيونات أو دخول بعض اللي هي الأسموزية، وعملية دخول بعض المعادن وخروج بعض المعادن أو تركيز بعض الأملاح الموجود في المية، وعملية زيادة تركيز بعض المعادن وقلة الماء، وده طبعا بيؤدي إلى إن قلة الماء بتكون اللي في الجسم ويحصل لها طبعا زيادة لتركيز المركزات الموجودة في الدم، فبالتالي بيبتدي يحصل إشارة للمخ إن هو يبتدي دخول المية، أو إن هو الأسماك أو الإنسان أو الحيوانات تشعر بالعطش، فبالتالي يبتدي يشرب مية لدخول المية إلى الإيه الدم وزيادة الإيه الماء وقلة تركيز المواد المذابة، وعملية طبعا التوازن ما بين المعادن المختلفة والأيونات والأملاح الموجودة داخل الدم، فالدم بيقوم بعملية التوازن وعملية الإيه وعند حدوث أي خلل طبعا بيبتدي الإيه المخ يبتدي يشعر بالعطش فيبتدي تدخل المية إلى الجسم. طبعا هنا هيتساءل الناس هل الأسماك بتشرب ماء؟ أيوة فعلا الأسماك بتشرب زيها زي أي كائنات أخرى، ولكن هي موجودة في المية، فبالتالي بتبتدي تمتص أو دخول المية من الفم ودخوله إلى الإيه البلاد، زي ما عارفين إن أكبر نسبة موجودة من الماء بتبقى موجودة في الدم. طبعا الوظيفة الأخيرة معانا اللي هي الهرمونز، طبعا عارفين ان الهرمونات بتبتدي تصب افرازاتها مباشرة في الدم بدون وجود اي ضغط او وجود اي قناة، وبتتم صب الهرمون في الدم فبيعمل عملية التوازن او الوظيفة بتاعت الهرمون بتتم مباشرة عن طريق الدم. وكده طبعا نكون عرفنا كل وظائف الدم اللي هي كلها وظائف مهمة وحيوية. الدم ووظائفه وأنواعه، هندخل على العضو الأهم أو العضو المهم في عملية الجهاز الدوري أو circulatory system، وهو القلب. طبعا كلنا عارفين إن القلب هو عبارة عن عدد من الغرف، وبيتم تلقي الدم من الأجزاء المختلفة وضخه
الى طبعا في الحيوانات بيتم ضخه الى الرئتين ومنها الى القلب مرة اخرى ثم توزيعه الى الجسم. طيب هنا في الاسماك بيكون في اختلاف. بداية زي ما شايفين قدامنا هنا شكل القلب، هو بيكون حجمه صغير طبعا على حسب بيكون حجم الأسماك ونوع الأسماك، ولكن ده الشكل بتاعه، أو وزي ما بيكون هنا بيكون خلف الخياشيم أو موجود في خلف الخياشيم، وطبعا بيكون مرتبط بالأوردة والشرايين. وزي ما شايفين هنا التركيب بتاعه هو طبعا بيكون عبارة عن غرفتين زي ما شايفين هنا كده، اللي هو الارتيوم اللي هو الأذين، والفنتريكل اللي هو البطين. طبعا زي ما شايفين بيكون الارتيوم اللي هو الأذين بتكون عبارة عن غرفة بيكون من العضلات اللي هي السموز الرقيقة، ولكن البطين بيكون سميك وعضلاته سميكة زي ما بنشوف هنا في الفين أو الأوردة. بيتم تجميع الدم اللي هو الغير مؤكسد من الجسم أو من أعضاء الجسم المختلفة، من الكبد ومن الكلية ومن كل أعضاء الجسم المختلفة، ومروره في الأذين ومنها إلى البطين وضخه إلى الأرتر سايد أو البلب. هنا بيكون في صمام موجود بيتم ضخ الدم إلى الصمام، وهنا في صمام بيتم غلق الإيه الجزء اللي هو الوريد أو الأوردة ده، وبيتم غلقه بصمام بحيث إن ما يحصلش ارتجاع مرة أخرى للدم، ويتم تدفق الدم من الأوردة إلى إيه إلى الخياشيم. تمام، زي ما شايفين هنا قدامنا إن هو بيتكون من غرفتين اللي هو الغرفة الأذين والبطين، وزي ما شايفين هنا بيتم تجميع زي إيه الدم زي ما قلنا من كل أجزاء مرورا إلى الأذين ويدخل إلى البطين، يحصل له عملية التدفق إلى الباب أرتيوم أو الشريان الرئيسي هنا، ويتم بعد كده ضخ الدم إلى الإيه الخياشيم. وبنشوف هنا طبعا إزاي بيتم العملية في الشرح بتاعنا زي ما شايفين هنا أهو. طبعا بيتم تجميع زي ما شايفين اللون الأزرق ده اللي هو الدم الغير مؤكسد أو اللي بيحتوي على ثاني أكسيد الكربون، وبيتم تجميعه زي ما شايفين من كل الأجزاء المختلفة من جسم السمكة، ومرورا إلى الأرتم أو إلى الأذين، ومنها إلى البطين وعملية تدفقه في الصمام ثم تدفقه إلى إيه الخياشيم. ويتم عملية طبعا تبادل الغازات، ومنها هنا في الخياشيم بيتم توزيع الإيه الدم المؤكسد إلى كل أجزاء الجسم. فالاختلاف هنا لو حد لاحظ إن هنا في اختلاف عن كل الحيوانات، اللي هو إن في الإنسان أو في الحيوانات الأخرى بيتم عملية رجوع الدم المؤكسد إلى الإيه الأذين، ومنه بيتم تدفقه إلى عن طريق القلب أيضا إلى الجسم كله عن طريق الشرايين وتدفقه إلى الجسم كله، لكن هنا اللي بيقوم بتوزيع الدم المؤكسد وهو الإيه الخياشيم على كل الجسم. زي ما شايفين هنا دي الدورة الدموية في الأنواع المختلفة في الأسماك زي ما شايفين، وهنا في الأنفيبيا والماملز والبير. طبعا هنا في الأسماك بيكون عبارة عن القلب هنا اتنين، إنما في الأنفيبيا عبارة عن ثلاثة. طبعا في الماملز والبيرد بيكون أربعة، وزي الإنسان طبعا بيكون أربعة، اتنين أذين واتنين بطين، وبيكون الاتنين أذين وبطين مسؤولين على الدم الغير مؤكسد، وبرده الأذين والبطين بيكون مسؤولين على الدم المؤكسد بحيث إن الدم بيرجع للبطين ويتم التدفق بعد كده لكل أجزاء الجسم. ده بيختلف عن الأسماك زي ما قلنا إن هنا الخياشيم هي اللي بتبتدي توزع
الدم المؤكسد لكل أجزاء الجسم المختلفة. كده يكون وصلنا لنهاية الحلقة، وأتمنى تكون الحلقة نالت إعجابكم، ولو في أي تعليق أو في أي قصور أو في أي إضافة أو في أي استفسار ياريت نكتب في الكومنتات ونسأل، وأي حد محتاج استفسار أو في أي حد محتاج حلقة معينة أو موضوع معين يقول لنا في الكومنتات، وإحنا إن شاء الله نشرحه في الحلقات القادمة بإذن الله. وأتمنى لو الحلقة عجبتكم نعمل لها لايك ونشيرها للناس للاستفادة، وأتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس للاستفادة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، وشكرا لكم.